السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين المغرب متماسك باستضافة نهائي مونديال 2030. ناس كان يقول لك راك هضرت بزاف على النهائي والمغرب ومن خاطش على حادث اللي غادي يكون لازم تهضر عليه. غدوة ان شاء الله السعودية غادي كي يدو 2034، فهاديك غادي نهضرو عليها ان شاء الله بربي السعودية تديها بالك، فهاديك غادي نتكلمو عليها. هذه هي كان نهضرو كيما خاطش حادث، كاين حادث رياضي عالمي اللي الناس يتقارع فيه. النهائي وين يكون؟ الدومي فينال، كارديو فينال، الناس غادي تقسم. هذه هي وانا واحد من الناس ماذا بيا النهائي يكون في شمال افريقيا، وراه شرف كبير لينا باش تحتضن النهائي يعني في شمال افريقيا وفي افريقيا كأفارقة. ونحن نحب نحن والجزائر تحب كل أفارقة. هذه هي وين تستعد لجنة ملف الثلاثي لاستضافة مونديال 2030 للإعلان عن تفاصيل جديدة تخص مجموعة من القرارات سيتخذها المغرب، إسبانيا، البرتغال لضمان يعني نجاح الباهر لمسابقة العالمية، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع المباريات على البلدان الثلاثة. ومن تعقد هذه اللجنة اجتماع في مدينة الرباط غدا إن شاء الله يعني لمناقشة عدد من قضايا المرتبطة بكأس العالم 2028 غدوة يعني 2030 قبل إعلان رسمي عن الملاعب التي ستستضيف المباريات وتوزيعها على المغرب وإسبانيا والبرتغال. يعني إسبانيا نظمت إسبانيا المغرب راه في 5 مرات هو يحاول، راه من 94 هو يحاول، واه لله كي تشوف نتايا من 94 هو يحاول، يعني يستاهل باش يدي نهائي، يستاهل المغرب باش ينظم نهائي. يعني ووفق لمعلومات يعني من حصل عليها يعني اعلامي بي سبور، فان اسبانيا رشحت 9 ملاعب بينها برنابيو وكامب نو والمغرب 6، فيما اكتفت البرتغال ب3 ملاعب فقط، يعني بمعنى ان 101 يعني مباراة ستجري على أرضية 18 ملعب في وقت لم يحسم فيها بعد ما كان مباراة افتتاح والنهائي. وفي هذا الإطار وانكشف مصدر مسؤول يعني مصدر مسؤول بالاتحاد المغربي لكرة القدم عن أن المغرب لن يتنازل عن حقيته في استضافة نهائي بطولة كأس العالم 2030 أو مباراة افتتاحية، ونفس الشيء بالنسبة إلى إسبانيا التي اقترحت ملعب برنابيو لمباراة النهائي. وأضاف يعني المصدر نفسه أن مفاوضات جارية بين البلدان الثلاثة من أجل حسم في مكان اجتماع في مكان افتتاح والنهائي في 18 يعني في 18 غدا إن شاء الله مباراة افتتاح يعني والبرتغال يعني وتبع اقتراح المغرب على اسبانيا يعني استضافة مباراة افتتاح والبرتغال نصف نهائي، بينما يقام النهائي كأس العالم بملعب كبير لدار البيضاء الذي سوف يعني يكون يعني ثاني ملعب في العالم، ويضم 115,000 متفرج. لكن المفاوضات لا تزال جارية وهناك منافسة قوية بين المغرب وإسبانيا على ملعب النهائي. أما في أمريكا الجنوبية فستقام 3 مباريات أيضا في بلدان مجاورة وقريبة جغرافيا، وهي الأرجنتين، الأوروغواي والباراغواي، من أجل احتفاء بذكرى 100 لكأس العالم بعدما أقيمت أول نسخة عام 1930. والجديد بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن أن مباراة افتتاح بدول أمريكا اللاتينية الثلاثة ستجري في 8 و9 جوان يعني 2030، ثم تتواصل المباريات
يعني كأس العالم بكل من المغرب وإسبانيا والبرتغال بداية من 13 و14 من نفس الشهر، أما المباراة النهائية فستجري في 21 جويلية 2030. يعني غادي تكون مباراة يعني غادي تكون يعني شو كيفاش غادي يكونوا، غادي تكون ما غاديش يتنازلوا الناس، ما غاديش تتنازل خويا، ما غاديش تنازلوا يعني بسهولة. أنا تبان لي بلي ما غاديش تنازلوا بسهولة. على وين غايشوفوا وينتم نتايا، وينتم نتايا وين انتقادات يعني انتقاد وين انتقد بلاتين رئيس سابق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرار الاتحاد بإقامة نهائي مونديال في المغرب وإسبانيا والبرتغال، وأعلن وين صحابا بشكل مفاجئ يعني وين قال لك صحابي في الشكل، وين انتقد بلاتين الذي تولى رئاسة الفيفا ما بين 98 و 2015 قبل أن يصدر للاستقالة في خصم فضيحة فساد مدوية، هذا القرار لأسباب مختلفة وفق ما نقله موقع يعني متخصص في أخبار كرة القدم. وقال رئيس سابق للفيفا البالغ من العمر يعني لصحيفة بالبلاد يعني سويسرية من العبث تمزيق أصول البطولة بهذه الطريقة، نهائيات كأس العالم يجب أن تكون حدث متماسك نظرا لأهمية ذلك الهوية الحدث وتنظيم يعني تنظيم محكم. وقال المسؤول السابق أنه يجب إقامة كأس العالم 2030 في أمريكا الجنوبية بمناسبة مرور 100 سنة على انطلاق أول نسخة التي استضافتها أوروغواي وفازت بلقبها، وأكد أن المونديال 2023 كان ينبغي أن يقام في أمريكا اللاتينية موضح لأسباب تاريخية، كان من المفترض إقامة كأس العالم 2030 في أمريكا الجنوبية فقط. ومنذ إعلان اختيار يعني من ويشوف منذ إعلان اختيار المغرب وإسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم ضمن ملف ثلاثي يشمل البرتغال يتواصل الجدال حول استضافة مباراة نهائية، وإن اعتبار يعني لرزمانة الحدث الذي سيصدر الستار في أكثر بطولة رياضية شعبية في العالم. وعلى الرغم من فوز الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم لكرة القدم، فإن الخلاف حول احتضان المباراة النهائية يعني لم يحسم بعد، خاصة بين الرباط ومدريد، إذ تتلت تصريحات كل طرف متحدث عن أولويته لاستضافة الحدث الرمزي الأهم والأكثر أرباح ماديا في البطولة. أوكي بزاف صوالح ماشي غير هكا نظم نهائي تايا غادي موند كامل يكب عندك، ماشي غير هكا ما غاديش تديري هكا خويا بزاف صوالح كاين بزاف أمور. أما يسأل لا يقولوا بلي يودي غادي ما تنجي باش تعرف غادي يا صاحبي. قلتها لك بلي الصومال، قلتها لكم في بالك شهر قلت لكم الصومال غادي يلعب يعني يستقبل في المغرب وغادي يستقبلنا في المغرب، قلتها لكم ونعاودها لكم ماشي اليوم راني نقول لكم فيها. لا سبحان الله حاجة باينة هاي باينة حمارك يا صاحبي خاطش عليها انتو تكذبونا وما تسيبوها صح، اللي كانوا يكذبوا فينا يخرجوا يهضروا دروك.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم.